مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والذي نطالع فيها أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني. والبداية من الأزمة المتفاقمة والتي طالت طلاب اليمن في الخارج، والتي كانت محط اهتمام عدد من المواقع الإخبارية، حيث عنون موقع الوحدوي نت في صفحته الرئيسية: طلاب اليمن في موسكو يبدأون اعتصاماتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم. رابطة الطلبة اليمنيين في موسكو قالت في بيان صادر عنها إن الإجراءات التعسفية والتي تمثلت بقطع مستحقات 197 طالبا وطالبة وتوقيف مستحقات 120 آخرين يعد جريمة لن نسكت عنها مهما كلفنا ذلك من ثمن. وأعلنت رابطة الطلبة اليمنيين في موسكو ورابطة الدول المستقلة عن البدء في اعتصاماتهم حتى تحقيق مطالبهم، والتي تمثلت في إعادة مستحقات الطلبة وسرعة التعزيز بمستحقات المبعوث أو مبعوثي العام الماضي. ونوه البيان إلى أن الرابطة ستبعث بمذكرات إلى الجانب الروسي ممثلا بالرئاسة والحكومة والبرلمان وكذلك مكتب الأمم المتحدة في موسكو في حالة لم يتم إنصافهم من قبل مسؤولي البلاد. وإلى موقع صهاريج نيوز، والذي صدر صفحته الرئيسية بالعنوان: مصر تستثني النساء من إعفاءات دخول اليمنيين أراضيها. وقال الموقع: أعلن نائب رئيس الوزراء وزير داخلية اللواء ركن حسين محمد عرب أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية المصري على تقديم القاهرة إعفاءات مشروطة لدخول اليمنيين. وفي حوار مع الوكالة الرسمية المصرية، أوضح الوزير اليمني أنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري واليمني على استثناء الرجال من هم دون 20 عاما وفوق 40 عاما والنساء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج التأشيرات لباقي المواطنين اليمنيين. ويستدرك الموقع: لم تعلن الداخلية المصرية بعد عن هذا الاتفاق الجديد وتفاصيله، ولا سيما موعد تنفيذه. وفي سياق متصل قال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي إن هذا الاتفاق لم تصل به تعليمات جديدة لنا. وأوضح المصدر ذاته أن تعليمات وزارة الداخلية منذ مارس 2015 بمنع دخول اليمنيين باستثناء المرضى منهم إلى البلاد ممن لم يحصلوا على تأشيرة مسبقة للدخول ما زالت سارية حتى الآن. منهمكون في إذلال اليمنيين. تحت هذا العنوان كتب محمود ياسين مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال ياسين: تفجير المنازل ليس فقط طقسا مذهبيا في سياق إحياء عقوبة، إنه الآن يتخطى العقوبة إلى الترويع، ويعتقدون أن هذه العملية تجعل المناطق أكثر عقلانية، العقلانية التي يمكن اختزالها في فكرة الهوان. التعقل يجعلك أفضل وأكثر امتلاء، لكنه مع الحوثيين شكل من الهوان. هم يفهمون منطقك هكذا، ويقومون بتعريف أي محاولة منك لتجنب الجنون على أنه إذعان يحمسهم أكثر لاستخدام الأدوات ذاتها. عصابة أفلتت من ظلمات التاريخ وراحت تكسر في اليمني كل ما هو عزيز وأصيل، لكن هناك دائما ما يمكن فعله مع المجنون دون أن تجن بالضرورة. شعب كهذا لا يمكنه الانتهاء لمصير خسيس على هذا النحو. قد تتعلم من الحذر كيف تتجنب صخرة المجنون، لكنه بمستوى إدراكه ونزعة الأذى البدائية واقتفائه نداء خرافة ليس مؤهلا لأكثر من أن يتحول لمجرد ذكرى وقياس للمسافة التي كنت فيها قريبا من الخطر. سيتبقى منه أثر جرح في صميم الروح وابتسامة حر أوشكت خرافة على استعباده أو أنها امتلأت بطموح كهذا، ذلك أن الترهات قد توشك على أي شيء إلا على ترويض العقل. الآن هذا هو الحال، ملأوا الزنازين بالرجال الأفذاذ ويحاولون ملأ كل قلب بالرهبة وكل بيت بالفجيعة والفقدان.
تهديد بباب المحل وبالرسالة التلفونية وعبر وسيط ومباشر، وتهديد حياة بأكملها وواقع مرير بأن عليه تجرع علقم الفقدان الإنساني لحس الإنسانية مقابل التمتع بأيام إضافية على قيد الحياة. أمضى العبيد عبر التاريخ قرونا من التحرك والنبض وطعام يكفي لبقائهم صالحين للاستخدام، لكنهم لم يعيشوا لحظة واحدة. الموقع بوست أورد في صفحته الرئيسية عددا من العناوين المتعلقة بذكرى رحيل الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، ومن هذه العناوين: الموقع بوست يحيي ذكرى رحيل البردوني مثل اليمنيين في الثورة والنضال، وعنوان آخر: الرازحي يحكي قصته مع البردوني ويخاطبه: أنت النورس كنت ونحن الغربان، وعنوان: كتاب ومثقفون وأدباء وإعلاميون يحيون الذكرى 17 لرحيل بوصلة الذات اليمنية الشاعر الراحل البردوني. وإلى عدن تايم، والذي عنون في صفحته الرئيسية: بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالمحافظات المحررة. وقال الموقع إن العاملين في تصحيح الامتحانات بدأوا بعملية التصحيح، على أن تقوم قيادة الوزارة بمتابعة كل الجهات وبالذات حكومة الشرعية لصرف مستحقاتهم المالية، وذلك بعد زيارة نائب وزير التربية والتعليم إلى مقر عملهم في عدن. وينقل الموقع عن نائب الوزير عبد الله لملس قوله: إن الروح الوطنية العالية لفرق التصحيح وقبولهم البدء بالتصحيح حرصاً على مصلحة أبنائهم الطلاب هو بادرة إيجابية تستحق التقدير من كل فئات المجتمع في المحافظات المحررة، ودرس عملي في مواجهة الانقلاب لا يقل عن ما قدمه أبطال الجيش الوطني والمقاومة في ميادين الواجب. ومن عناوين الموقع: تخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية بحضرموت. هل ينجح الوزير كيري في جلب السلام لجبال اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب عبد الله شمري مقاله المنشور في صحيفة اليوم السعودية، حيث قال الكاتب: باستثناء أنه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن القول أنه لا يوجد جديد وخارق في المبادرة التي قدمها الوزير كيري لتسريع حل الأزمة اليمنية. فالمبادرة تحوي بنودا قديمة، منها تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون مقابل نزع سلاحهم كميليشيا وانسحابهم من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والصواريخ إلى طرف ثالث. ولا يستبعد أن يكون للكويت وسلطنة عمان دور، وربما بمشاركة قوات أممية أو يمنية. الحكومة الشرعية كانت تطالب في البدء بتنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن، ومنها نزع السلاح وانسحاب الحوثيين قبل الشروع في الجانب السياسي. ومن الواضح أن مبادرة كيري تسعى للضغط على الحكومة الشرعية للتنازل عن موقفها الصارم والذي تمسكت به في مشاورات الكويت، والذي يتمثل في عدم الدخول في أي نقاشات سياسية حول تشكيل حكومة قبل انسحاب الميليشيات من العاصمة وتسليمها مؤسسات الدولة والأسلحة الثقيلة. الموقف السعودي الرسمي والمعلن هو دعم المبادرة الأمريكية، فالرياض تسعى للسلام وسرعة تحققه مكسب، لكنه من الطبيعي أنه سيفرض أن تقدم بعض التنازلات بما يخص عودة الشرعية، إذ تقضي المبادرة تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها مختلف الأطراف بما في ذلك الحوثيين وحلفائهم. صحيح أن السعوديين المحافظين لا يخفون اعتراضهم على مبادرة كيري لأنها تعكس اقترابا نسبيا من رؤية الحوثيين وحلفائهم، ولكن المفيد بموجب المبادرة أن الحوثيين سيضطرون إلى التراجع عن مختلف الخطوات والترتيبات أحادية الجانب التي اتخذوها أخيرا، ومنها تشكيل المجلس السياسي. آثار الحرب في المدن المحررة ما تزال متواجدة، ولهذا تبدأ الآن الجهود لإعادة الإعمار وإصلاح ما خلفته الحرب فيها، وفي هذا عنون موقع المصدر أونلاين. الحكومة تقول إنها أنجزت المرحلة الأولى من عملية تقييم أضرار الحرب في البلاد، حيث قالت الحكومة اليمنية إنها أنجزت المرحلة الأولى من عملية تقييم الأضرار والاحتياجات الناتجة عن الحرب بشراكة مع 4 مؤسسات إقليمية ودولية. وأوضح وزير التخطيط محمد الميتمي أن هذا التقييم الذي جرى في بعض المحافظات بشكل
أولي سيبنى عليه أو سيبنى عليه احتياجات البلاد عند عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن والمبالغ التي سيتكفل المانحون بها. يضيف الموقع أن الميتمي قدر حجم إعادة الإعمار والتعافي لفترة ما بعد الصراع ب15 مليار دولار، ولفت إلى أن المجتمع الدولي والإقليمي متفق على جاهزيته لمساعدة اليمن وعقد مؤتمر للمانحين لإخراج اليمن من أزمته الحالية. موقع يمن مونيتور عنوان: الصليب الأحمر يعلن عن فقدان 250 صيادا يمنيا منذ مارس 2015، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن 250 صيادا يمنيا فقدوا في عرض البحر منذ بدء الصراع في البلاد في مارس 2015. وقال المتحدث باسم اللجنة في اليمن عدنان حزام لوكالة الأنباء الصينية شونخوا إنها سجلت نحو 250 حالة فقدان لصيادين يمنيين في أثناء ممارسة الصيد التقليدي في عرض البحر منذ بدء الصراع في اليمن في مارس 2015. وأوضح حزام أن معظم المفقودين من أبناء محافظة الحديدة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر تبذل جهودا في مساعدة الأهالي في معرفة مصير من فقدوا نتيجة الصراع الحالي في اليمن. وقبل الانتقال إلى ما قالته الصحف العربية لهذا اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. عودة إلى برنامج كشك الصحافة وتحديدا إلى الصحف العربية والتي تنوعت في متابعتها للشأن اليمني، حيث نشرت صحيفة العربي الجديد تحقيقا مهما حول أطفال اليمن الذين يتعرضون للاستغلال من قبل ميليشيا الحوثي. وعنونت الصحيفة: أطفال اليمن المشردون مجندون في صفوف ميليشيات الحوثيين. تقول العربي الجديد: بعد عامين من التشرد لم يجد الطفل أحمد الحيمي ذو 15 ربيعا مكانا يأويه أو يقتات منه، مما دفعه إلى القبول بالانضمام إلى صفوف المقاتلين الحوثيين. تضيف الصحيفة في التفاصيل: ينتقل الحيمي بين جبهات القتال نزولا عند رغبة الجماعة التي عملت على إقناعه مطلع العام 2016، كما فعلت مع غيره من الأطفال المشردين بالانضمام إلى صفوف مقاتليها. يقول الحيمي للعربي الجديد: الشارع منزلي، كنت أجد صعوبة في الحصول على الطعام والمأوى. يصمت قليلا ويضيف: تعبت من هذا العيش، ذهبت إلى القتال كي أحصل على الطعام من دون تسول. صحيفة القدس العربي تستمر في متابعتها لزيارة وفد ميليشيا الحوثي للعاصمة العراقية بغداد. وقالت الصحيفة عن الزيارة: الزيارة أثارت تساؤلات عن أهدافها وتوقيتها وعلاقتها بالصراع الإقليمي في المنطقة. وعد مراقبون في العاصمة العراقية أن استقبال وزير الخارجية العراقي للوفد الحوثي يعتبر اعترافا بالمجلس السياسي الذي لا يعترف به أحد من الدول. وقد أكد خلال اللقاء بالوفد الحوثي أن العراق دوى بصوته ورفض رفضا قاطعا التدخل العسكري في الساحة اليمنية، لأنها ستساهم في إراقة الدماء وتساهم في زعزعة الأمن المجتمعي. وفي ردود الفعل الرافضة، شن تحالف القوى العراقية هجوما عنيفا على السياسة الخارجية العراقية ممثلة في الوزير الجعفري، ووصفها بالازدواجية على خلفية استقبال وفد الانقلابيين الحوثيين. وانتقد بيان تحالف القوى السياسات العراقية التي تنزلق مرة أخرى إلى محور الاختلاف مع الدول العربية بلا مبرر، رغم أنها مدت يدها للشعب العراقي ووقفت معه وما تزال. وأشار بيان التحالف إلى أن ازدواجية الدبلوماسية العراقية لم يعد ممكنا السكوت عنها، فهي من جهة تستقبل وفود المجاميع المسلحة كالحوثيين وتغض النظر على التدخل الإقليمي الفج في الشأن العراقي وتبرره.
من جهة أخرى تسعى بدون أي مسوغ لتعكير علاقات العراق العربية وتأزيمها في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الانفتاح على العالم الخارجي والابتعاد عن سياسة المحاور التي أضرت ببلدنا وجعلت العالم ينظر له على أن سيادته مشوبة بعيب التبعية. أما عن موقف الحكومة اليمنية من استقبال العراق لوفد الميليشيا فقد عنونت صحيفة الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية العراق استقبل الانقلابيين بصفة طائفية، واعتبرت الحكومة اليمنية أن استقبال العراق للانقلابيين الحوثيين أمر مرفوض، واعتبر وزير يمني اللقاء الذي عقد في بغداد طائفيا وليس سياسيا. وقال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أن الخارجية العراقية حرصت من خلال موقعها الرسمي على التأكيد على أن الاستقبال تم ليحيى الحوثي بصفته عضوا في البرلمان اليمني، وبالتالي لم تذكر أبدا أي ترحيب بالمجلس السياسي. عبد الله البردوني مؤرخ مستقبل اليمن في قصيدتين تحت هذا العنوان كتب فارع المسلمين مقاله المنشور في صحيفة السفير. وقال الكاتب في أجزاء من المقال: سئل البردوني ذات يوم من قبل فلكي يمني شهير: هل تنجم يا عبد الله؟ أجاب البردوني بالنفي، لكنه أوضح أنه يقرأ ما سيكون مما كان وما هو كائن بالقياس والسببية. في العام 2011 خرج شباب الثورة السلمية في اليمن للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح، مستدعين بيتا للبردوني في قصيدة ربيعية الشتاء: 20 عاما سوف تأتي غدا، ما اسم الذي كان بها مختلي؟ تجاوز الرئيس السابق صالح عاما واحدا عن تقدير البردوني، وسوف نقرأ القصيدة الملحمة عن تاريخ الوحدة اليمنية وخلفية قيامها ومستقبلها، لأنها كانت مرجعا نظريا للثور. بالمقابل سنقرأ القصيدة المجاورة لها في ديوانه جواب العصور: ثوار والذين كانوا، لأن أنصار النظام ظلوا يرددونها مقابل ربيعية الشتاء. ولم يجانب الصواب أحدهما في تقديرات البردوني لما جرى ويجري الآن في اليمن وببعض التفاصيل أيضا، ومما له أهمية فائقة أن يعتد بأبيات البردوني في صراعات ومحاجات القوى المختلفة، وأن يكون حاضرا بهذا المقدار في الوجدان العام. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها: مقتل 3 من تنظيم القاعدة في شبوة. تقول الصحيفة: قتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في غارة صاروخية للطائرة من دون طيار في محافظة شبوة. وقال مصدر أمني إن الطائرة الأمريكية على الأرجح استهدفت سيارة بداخلها العناصر 3 في الضاحية الشرقية لمدينة عتق، حيث سقط قتيل وجريحان. لكن مصدر قبلي قال لاحقا إن الجريحين توفيا متأثرين بجروحهما، ما رفع حصيلة القتلى إلى 3. صحيفة البيان الإماراتية قالت عن المصادر في الجيش الوطني إن الانقلابيين اختطفوا 2 من أفراد حراسة مبنى رئاسة الوزراء في صنعاء بعد وقفة احتجاجية لهم أمام المبنى للمطالبة بمرتباتهم التي قطعتها الميليشيا. وأوضحت المصادر أنه بعد أن أوقفت ميليشيات الحوثي حقوق ومرتبات الجنود المكلفين بحماية مجلس الوزراء بصنعاء، نظموا احتجاجا أمام بوابة مجلس الوزراء مطالبين بمستحقاتهم. تضيف الصحيفة: الميليشيات تواجه احتجاجات غاضبة من قبل موظفين أمنيين وعسكريين في العاصمة صنعاء، حيث دخلت بعض نقابات الموظفين في مؤسسات الدولة في عملية إضراب شامل عن العمل بعد إيقاف المرتبات رغم تسليم واردات تلك المؤسسات من قبل البنك المركزي. إحصائية جديدة حول نتائج الحرب في اليمن أوردتها صحيفة الخليج الإماراتية هذه المرة عن الأمم المتحدة، وعنونت: عدد قتلى حرب اليمن 10,000. حيث قالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى الذين سقطوا في حرب اليمن المستمرة منذ 18 شهرا وصل إلى نحو 10,000. وقال جيمي ليدريك منسق العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بصنعاء إن الرقم الجديد يستند إلى معلومات رسمية وفرتها منشآت طبية
في اليمن، وأضاف أن العدد ربما يرتفع لأن بعض المناطق لا يوجد فيها منشآت طبية، وعادة ما يدفن الأقارب هناك ذويهم مباشرة من دون تسجيل الوفاة رسميا. لماذا فشلنا في اليمن؟ تحت هذا العنوان جاء مقال الكاتب السوداني مدى الفاتح في صحيفة القدس، حيث حاول الإجابة على العديد من الأسئلة، وقال الكاتب في أجزاء من مقاله: يجب الاعتراف بأن الواقع اليمني معقد أكثر مما يبدو عليه، وأن الكثيرين منا لم يكونوا يدركون حجم هذه التعقيدات. فاليمن مثله مثل دول الهامش العربي الأخرى، لم يكن رغم أهميته التاريخية والجغرافية يثير اهتمام الباحثين أو المراقبين لولا نكبته الأخيرة. لقد انقسم اليمن ذات يوم إلى جنوب اشتراكي معادل للملكيات الخليجية، وشمال تسيطر عليه روح القبيلة التقليدية. بعد توحد اليمن انتهت الاشتراكية التي كان يمثلها الحزب الاشتراكي اليمني، وذابت الشيوعية في اليمن كما ذابت في غيرها من بلدان العالم. المفارقة التي لا يدركها الكثيرون تكمن في أن أولئك الاشتراكيين والشيوعيين والعلمانيين كانوا حلفاء مقربين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ما يدل مرة أخرى على أن سياسة الولي الفقيه كانت براجماتية بحيث تختار الفرس الرابح على الدوام. بالأمس الاشتراكيون الذين ساندوها في حربها ضد العراق، واليوم الحوثيون، وما تزال شخصيات سياسية فاعلة مقربة من طهران ومحتفظة بولائها لها، وهو ما يمنح القضية اليمنية أبعادا متشابكة مع الواقع الإقليمي تجعلها لا تنفصل عن المشروع الإيراني الممتد في العراق والشام. وإذا كان الجنوب ما يزال معقلا للاشتراكيين المرتبطين بإيران، فإن ذلك يفسر التنسيق الذي تم بين الجانبين، والذي مهد لسيطرة الحوثيين على المنطقة بيسر قبل أن يتم استرداد عدن مرة أخرى بجهود أبنائها المقاومين أولا، ثم بدعم التحالف وإسناده. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا، إلى اللقاء بحول الله.